مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم السهرة. نطلع عليكم كل سهرة السبت على قناة البلاد معي أنا وكل فريق برنامج السهرة، بالإضافة إلى ضيوف حبوا يكونوا حاضرين معنا. ضيفتي هي فنانة كاتبة أغاني للأطفال ومؤدية لهذه الأغاني، بالإضافة إلى أنها طلعت عدة عروض دي سبيكتاكل للأطفال، وإحنا يهمون الأطفال لأنهم هم المستقبل. نرحب بسيدة نجوى عليو صالح، شكرا على قبول دعوتنا. شكرا لكم اللي انكم تفكرتوني ونكون ما بيناتكم على الدعوة لقناة البلاد. يعطيك الصحة، شكرا. أكيد نتكلموا على الأطفال لأنه نعرف أنه العطلة راهي فيها 3 أشهر، فالسيدة نجوى حتكلم لنا على الأطفال والسبكتاكل اللي لازم يكونوا من المفروض لأطفالنا، لأنه من خلال هذه العروض راح نربيو الأطفال. كل هذه المواضيع راح نتكلموا عليها مع السيدة نجوى. نرحب نروحوا للجمال والأزياء التقليدية الجزائرية اللي همنا الوحيد كذلك أنه نحافظوا على تراثنا. لاميا ميري راي حاضرة معنا، ملكة جمال الزي التقليدي 2019، شكرا على قبولك دعوتنا. والآن يتنظم لاميا ميري لعدة عروض للأزياء، مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. مرحبا بك بول انفيتاسيون. يعطيك الصحة. وكامل الحاضرين هنايا لي زارتيست اللي توحشتهم عندي بزاف ما شفتهمش. صحيح. فوالا ميرسي بور لانفيتاسيون. يعطيك الصحه. اكيد لاميا ميري احنا نعرفوها انها راهي تريز اكتيف بما فيما يخص العروض اللي راهي تنظمها، واكيد راح تتكلم لنا على مشاركتها في مسابقه افريقيه اللي راح تمثل فيها الجزائر بالكاميرون، وهذا ما نتمناه انه اكيد راح تمثلنا احسن تمثيل. نرحب بوسيله مقران، مرحبا بك. الله يسلمك أنيسة، مساء الخير عليكم، مساء الخير على الضيوف الزملاء مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، وإن شاء الله تقضيوا معنا سهرة ممتعة. يعطيك الصحة وسيلة كوتش بوزيد. لليوم راحين نبقاو مع عالم الأطفال، وحنا قربنا وحتى معظم الأطفال هم في العطلة، نتكلموا كذلك على الرياضة بالنسبة للأطفال، وكذلك هشاشة العظام بالنسبة للأطفال، ولا حتى الحمية للأطفال وش لازم لهم. مرحبا بك، شكرا على قبولك. يسلمك، يعطيك الصحة أنيسة، مرحبا بالضيوف تاعنا، نرحبوا بالمشاهدين تاعنا. ان شاء الله اليوم ان شاء الله نهضروا على سوجي كي ديفيرون على موالف، نهضروا على لي زونفون سي كونسيرن لي زونفون ان شاء الله. جيسبر اون فاس باسي اون بون سواري ان شاء الله. وهمنا الوحيد انه المشاهدين ياخذوا هذه المعلومات بالنسبه اللي عندهم اطفال بالك عندهم سيغ بوا وما ما يعرفوش الا يتبعوا حميه عاديه. سالي مرحبا بك. اهلا نيسا، مساء الخير. مساء الخير على الضيوف اللي معانا، فرحانه ياسر كي راكم معانا. الزملاء اللي ولاو عندهم 2 بورتابلات دركا تبدلت العقليه، داروا الدراما بوزيده، داروا الدرام لايفات. وسيله عندك زوج هواتف نقاله. على بالك شوفي تلمو تلمو تبعت لي بقلبها حتى التليفون هذا حبس جديد، حبس رحت لافيشور. هاي شتي ما تقدر. المهم مبروك عليك. المهم مبروك البورتابل الدوزيام. وعستني بلي عندي 2 تليفونات والله. هذه الخدمه تاعي انايا في الحصه، نعس وسيله واش دير؟ والمفاجآت. قالت لك عطي لها النيميرو اللي راه حابس. لا لا ماما نجوى نعطيك لي يمشي. ان شاء الله نفوتوا سهريه ملاحه، ومرحبا بكم ثانا معنا. يعطيك الصحه، شكرا سالي. اذا سيده نجوى، نعرفك انه يعني انت كل وش يخص الاطفال، سيده نجوى راهي حاضره ما شاء الله كاتبه لاغاني خاصه بالاطفال، دير ومؤديه لهذه الاغاني، تطلع دي سبيكتاكل حتى بالتنسيق مع المسرح، كل هذا خاص بالاطفال. سيده نجوى، حنايا الاطفال معظمهم راهم في عطله، كيفاش هاد 3 شهور حنا حابين عروض اكثر بالنسبه للاطفال، وهاد العروض اللي كيما زمان اللي يترباو من خلال هاد العروض، منها سي اون بارتي دو بليزير راهم يقضيو عطله، ومنها راهم يترباو من خلال هاد العروض. اليوم هل كاين عروض كافيه للاطفال سيده نجوى؟ شوفي حقيقة يعني مؤخرا أنا كنت نتكلم مع أصدقاء يعني عندهم أهل اختصاص في البيداغوجية كذلك، كنا نهضروا على الجانب يعني لي فاكونس تاع 3 شهور الطفل كيفاش راح يفوتهم. إن شاء الله بإذن الله راح يكون برنامج يكون فيه ورشات. مليح. يكون فيه ورشات، يعني أنا قلت لهم هذه الورشات تكون من جانب يكون ترفيه أكثر
من يعني كان ملاحظة اللي لاحظتها، لأنه كان بعض المؤسسات حابين يزيدوا يقروا دراري في هذيك الفترة تاع، أنا نقول لهم الطفل هذا خلاص جات الفترة اللي قرا فيها، دوكا خلوا الطفل يتنفس يرتاح يرتاح يستمتع بوقته يستمتع بوقته، هذه عطلة يقولوا لها، وإن شاء الله راح يكونوا عروض بإذن الله، وراح تكون ثاني ورشات يعني ترفيهية تثقيفية. سيدة نجوى، تشوفي أنه كاين لي سبيكتاكل راهم كافيين راهم يطلعوا للاطفال؟ صراحه ماهوش ناقص، ماهوش كافي لاطفالنا بزاف، راهي غير في المناسبات. سيده نجوى، واش اللي يخلي انه ما نش نهتموا بهاد الفئه، هاد الشريحه اللي هي الاطفال؟ حنا شفنا في وقتنا حديدوان كان يدير لي سبيكتاكل، ما عندكش وين تقعدي، حنا كنا اطفال انا ذاك، لكن حديدوان كذلك كان يدير دي سبيكتاكل وكلها تربيه بطريقه مريحه بطريقه خفيفه، وحتى الطفل اللي يدخل المنزل راهو دا كلش في عقله، واكيد كلها تربيه من خلال هذا السبيكتاكل. فاليوم واش ينقصنا؟ سيده نجوى، انت كاتبه لاغاني للاطفال مؤديه، هل اليوم انت راكي تقدري بالك تطلعي هذا السبيكتاكل سيده نجوى؟ شوفي انا نتكلم على حديدوان الله يرحمه. اها، حديدوان يعني واش نقول لك، حديدوان مدرسه، حديدوان راه استاذ، راه عنده البيداغوجيه. انا لا ملاحظه اللي درتها كان اللي راهم يقدموا العروض ما راهمش اهل اختصاص، قال نقدم عرض عشوائيا يعني عشوائيا. انا ماذا بيا يجيبوا اهل المسرح كذلك اللي تعبوا وقراوا. صح صح، يعني انا جو بريفير انا اللي داروا المسرح كنت نجيب هذوك اخدم معاهم يا بلوس، هما عارفين كيش يخدموا مع الطفل. مثلا الاستاذه سالي نتكلم عليها نحترمهم لانهم قراوا عليها، يعني هي دراسه، هي دراسه، كاين تو تان باركور باش تلحق للطفل، انه ماشي حاجه سهله. الطفل ماشي قال تطلع تلبس وتعطي له اصوات يعني غريبه، نهضر على لي سونوريتي، نهضر على لي فريكونس دو ميوزيك، نهضر هذه كلها دراسه، دراسه بيداغوجيه، ومليح انه الاحتكاك يكون مع اهل المسرح. نعم، والناس اللي دير هذا السبيكتاكل. سيده نجوى، قولي لي قبل ما نروح من بعد، لانه على بالي بلي عندك ورشات خاصه باضطراب التوحد. نعم، اضطراب التوحد اللي زوتيست اللي تقومي لهم بورشات ودخلتيهم ربما حاجه جديده للجزائر، ميوزيك ثيرابي يعني بالايقاعات. نعم، ومن بعد تقولي لنا في هذا الجانب بالنسبه لاضطراب التوحد. لكن سيده نجوى، كيفاش حتى بديتي تكتبي للاطفال؟ كيفاش اهتميتي بالطفل؟ الطفل ربما الناس الشباب لهم يشوفوا فينا بالك تجيه حشومه يقول باللي نكتب للطفل نطلع سبيكتاكل للطفل، لكن الطفل هو الاساس. شوفي انا بديت يعني نهضر لك انا 89 نهضر لكم سنه 89 انا بديت، كنت نروح كمنشطه للمخيمات الصيفيه. مليح. كنت نكتب في الدار ونديهم معايا لونسي تماك الاعمال تاعي. 89 88 89، وبعد 2000 بديت، كنت 90 بديت في ثاني في دار الشباب بقصر الشعب اللي نحييه يوسف عاروس اللي كان موديل فريمون، هذاك كيقول لك موديل بمعنى انا تربيت عليه، يعني الشيء اللي راه يخدم فيه طريقه بيداغوجيه، المسؤوليه هذيك تعلمتها من عنده، يعني العمل مع الطفل او حتى مع الشباب مع شبيبه تعلمت، يعني تعلمت درت دي فورماسيون كذلك. ومليح كما يقولوا التكوين التربصات هذوك لازم انسان، انا قريتهم هذوما اتجهت لما خاصة لما دخلت العالم الطفل، عالم الطفل انا فقتاش دخلته من غير مخيم، نهار بديت نقري في المستشفى مصطفى باشا اطفال المرضى. نعم نعم، تماك هاي المسؤولية. نجوى عندي موهبة هذه، وعندي الصبر مع اطفال، وعندي طريقة البيداغوجية، بصح كاين امور تخصني جانب النفسي، كيف راح نتعامل مع الطفل؟ قلت هنا لازم لي ندخل ندير نقرا. الله يرحمه الدكتور سعيد عيادي هو اللي كان البروموتور ديالي، تكلمنا في هذه الامور والحمد لله قريت وكملت في لي فورماسيون وكملت ودخلت في هذا العالم. والاغنيه الطفل اطفال المرضى هما اللي شجعوني باش نخرج. مليح.
هما اللي شجعوني. وبعد اكيد سيده نجوى تمدلنا اغنيه وسالي وسيله معك ان شاء الله. ان شاء الله اغنيه خاصه للاطفال. نروح للميا ميري. لميا ميري نعاود نذكر ملكه جمال الزي التقليدي 2019، وفي كل مره لميا نشكروها على هذا الشيء، حاضره بالزي التقليدي الجزائري، وفي ان واحد لميا راهي تنظم للعروض الخاصه بالازياء التقليديه. لميا رانا في وقت وين لازم نحافظوا على تراثنا، هذا مفروغ منه. انتم من خلال هذه العروض راكم تحافظوا على الزي التقليدي وحتى على الحلويات الجزائريه، لانه قال لك ما تزيدوش تقولوا لهم تراديسيونيل، قولوا لهم الحلويات الجزائريه، وسموهم حلويات جزائريه، نقولوا سموهم حلويات جزائريه. فمن خلال هذه العروض لميا كيفاش راكم تحافظوا على ازيائنا التقليديه؟ وحنا نعرفوا حتى بالنسبه للاعلام، بالنسبه للناس المشهورين، حتى من خلال موقع التواصل الاجتماعي، كل امراه جزائريه راهي تفتخر بالزي الجزائري التقليدي والبارتاج دي ستوري ولي فيديو. فقولي لنا من خلال هذه العروض لميا، وشنو هما الرسائل اللي راكي حابه تمريهم من خلال العروض اللي تقدميهم؟ بون، اولا انا ربحت ملكه جمال في 2019. كانت مسابقه اول مره فيها اللباس التقليدي، كانت ماشي درجه هنا في الجزائر. كانت كنا نلبسوه غير في العراس، ولو كان ناقص، كان ناقص بزاف اللباس التقليدي، وكنت بارمي لي برومي اللي ربحوا هذا لو تيتغ هنا في الجزائر في مدينه بالك. وقال انت الطبعه الاولى؟ لا لا، لم يكن الطبعه الاولى. الطبعه الاولى اللي ملكه جمال الزي التقليدي الجزائري. كانت 48 ولايه، وكانت 20 طفله معنا في المسابقه. بعد كي ربحت اللقب ما كنتش على بالي واش نقدر ندير به، يعني ما كانش عندي طريق مبينه، فكملت في العروض الازياء باسكو كنت ديجا مانكا، وكملت في العروض الازياء اللي بس تقريبا كعارضه ازياء فوالا. مي جات الكورونا، ابخي ما عرفتش واش نقدر ندير، باسكو حبست الماكينه في هذاك لو مومون، قلت خلاص ما نزيدش ندير، باسكو ما يعني تبدلت الماكينه كيفاش كانت من قبل، قبل 2019 ومن بعد 2019. دخلوا ناس جداد، ما كل واحد كيفاش ولا. وشنو لميا واش ماهوش يعجبك الان في المانكينه؟ في المانكينه، المانكينه ما ولاتش تعتبر مانكا، ولات وجهه اخرى. يعني شنو هما المعايير تغيروا؟ يعني ما ولاتش مانكا باش تولي مانكا، ولا عندها ان كارير تخدموا على المانكينه بالك تحوسها شهره. على كل حال مي تبدلت شويه، معايير تغيروا، وما كيش راضيه على هذه المعايير. نو، انا بها حبست انا في 2019، ومن بعدك حبست ان بو مومون واحد انو عام. حبيت نعرف واش نقدر ندير، سواء نجبد كامل ولا تواصلي في الازياء التقليديه. كان اول عرض ليا حاجه بسيطه، بديتها بتخوا ستيليست، كنت ندير معاهم لي شوتينغ. فوالا كنت مع لي شوتينغ ندير، قلت بوكا با ما نديرش ان ايفينمون. كانوا قلال، وكنا في ايامات الكورونا، الوغ كو بديت باول ايفينمون ليا اللي نجح فيه. فوالا، والناس ولات دير فيها ثقه، وليت نبارطاجي في الانستغرام، ساعدني بزاف، والناس ولات تبعني بزاف، ولو هما يعيطوا لي باش نديروا ان ايفينمون. اشاك فوا نربح ثقه الناس، نربح المصممات، نربح الحلويات. لم يقولي لي الناس اللي هذا وين بداوا المصممات، خاصه اللي على بالي باللي شغوفات باش يديروا ازياءنا التقليديه. نتوما كيفاش راكم تجهزوا الايفينمون؟ دوكا وحده عندها الازياء التقليديه، كيفاش باش تشارك معاكم؟ واش شنو لي كريتير باش نتوما تدوها في هذا الايفينمون مثلا؟ وكيفاش تتصل بكم؟ لانه في بعض الاحيان ما يسمعوش ما بابيهم. حنا نديروا لي زانونس في الانستغرام، بون كاين اللي يحبوا يبارطاجيو لك، كاين ما يحبوش يبارطاجيو لك. على بها قلت لك اسكو وسيله نورمالمون البارطاج. وي بيان سور، دونك باش توصل المعلومه للناس. وكاين الناس يحبوا، شوفي كاين اختلاف في التنظيم، كاين اللي ينظم كوميرس كوميرس، يعني الاموال اللي يهمو غير هو في الدومين، وعلى باله شنو هو الحب ديالو، كل واحد واش يحب الهوايه تاعو. دونك كاين اللي يخدم غالي يبروبوزي على لي ستيليست حاجه غاليه، وكاين اللي بروبوزي يخلص غير لي فري تاعو تاع لي مانكا والتكريم تاعو وكل حاجه، يعني لا بيبليسيتي ما في سبيل انه ينجح ليفينمون وتجيب لي توني. ومن بعد ابخي ليفينمون ماشي غير هو اللي تستزق منه، كاين دي شوتين، كاين خدمات واحد اخرين، يعني تخدمي دي بيبليسيتي في الانستغرام ايتو فوالا. دونك وكاين نو، كاين اللي يخدموا باغ اكزومبل ستيليست بلا فوق 30 مليون ايتو، هذا
بلاش واش يقدر يدير بها، اسكو دو ستيليست ولا 20 ستيليست تفرق؟ يعني كي يجيب 20 ستيليست يحسب لهم لو ميم بري سي غاف، يعني واش راح يعني لاميا انت راكي باسعار معقوله؟ باسعار عاديه معقوله، حبك للازياء التقليديه ونعاونهم لانه ما كانش دي سبونسور كبار يقدروا يتبعوا هذا سو جور ديفينمون. فوالا اكزاكتومون، دونك سي بور سا واحد يقدر يعاون اللي معاه يبان ويعاون هو ثاني روحه. لاميا في الجزء الثاني نتكلموا على حتمثلي الجزائر في الكامرون، لكن بهاد كي راكي تنظمي لي زيفينمون كاين تنسيق مع هيئات خارج الجزائر مثلا، خاصة دول أوروبية المجاورة لنا اللي يحبوا الأزياء التقليدية الجزائرية؟ أنت يا شابة جزائرية والمستقبل راهو أمامك لاميا، هل فيه تنسيق؟ عندك مجموعات في الجزائر تعملي معاهم باش توصلوا أزياءنا التقليدية للخارج؟ حنا نشوفوا في بعض البلدان هم شباب لكن طموحين وأزياءهم ما راهيش خارقة للعادة، بصح نشوفوهم في إفريقيا في الدول العربية. فلاميا راني حابه نشوفك في ان ديفيلي دو مود وين تدي ليكيب تاعك اللي راهي لهنا، تروحي لقطر لما لا اسبانيا حتى فرنسا اللي عندنا جاليه كبيره فيهم، يعني تاخذي عده مصممين وتعملي خارج الجزائر. هذه الفكره طرحناها صافي عام صح، ما كانش اللي يقدر ديري الثقة فيه 100% ديغنيغ من دقيقة الأخرى، يعني يقدروا الناس يعني ما يكونوش معاك، يعني يدوروا في كلامهم، يدوروا في كلامهم فوالا ينسحبوا. دونك لازم الإنسان يدير أن بروجي يكون متيقن وواثق منه، دي جون يكونوا لي سبونسور يكونوا كبار باش حنا نددوا هذوك ليكيب. مي جبت لقناة الام بي سي هنا في الجزائر، كانت حاضره معايا في رحت صدى الملاعب، كان فقره صغيره مع مصطفى الاغا، مصطفى الاغا في طبعة في سوفيتا اللي درناها، هذه الطبعة السابعة. وثاني حاجة اللي شحال وصلتي من طبعات لمية؟ ما تخلعينيش ما شاء الله، ما شاء الله 9 طبعات في ايفينمون بالك في العام، كاين ناس بزاف نقدر ندير اكثر، مي لا غالب يطلب شويه تعب وناس باش مليح. مصطفى الاغا عنده افق، كانت فيها قناه الام بي سي. وثاني درت لي ستيليست من فرنسا اللي راهم يشاركوا معايا، كيما هذه اللي لبستني غوايام دي غان من فرنسا وعندها اتيليي في الهند. مليح فوالا، وهي في بازار حمزه عندها 3 بوتيك، وفي شلف وفي الجلفة. وسالي وسيله بلا ما نقول لكم، الا حبيتوا ازياء تقليديه لهنا قدامكم لاميا غيام دي غان. لاميا هي ثاني اسمع لاميا كانت مشاركه معايا في الطبع دا. لا احنا تخصنا حاجه نجو عندك لاميا، عندها غير غوايال ومام اميرا كرياسيون ثاني هذو دو ستيليست شاركوا معايا داروا البوس في ليفينمون ثاني، يعني عجب لي كرياسيون، عجبوا الناس اللي كانوا حاضرين بزاف سورتو هذه الطبعه اللي بس كان مام كانت معايا تصدير عروسه من باتنا من بسكره من باتنا، كانوا مختلف. ودرت اطفال صغار هذه المره لانه شهر الجوان قلت في خوابون ديال لي زونفون، لبست لهم الكراكو باش راكي اليوم في الموضوع ديالنا الاطفال فوالا. دونك ما حبيتش نحي ديك الجوان بور لي زونفون فوالا. مليح انه الاطفال يكبروا على هذه الازياء التقليدي ان شاء الله، هذا ما نتمناه. السيده نجوى على بالي وسيله وسالي، روحي تفضلي. قلت لك جبت الاطفال لبسوا الكراكو، شوفي ما جبتش جوري حبيبتي حنقول لك كلمة باللي هذوك الأطفال اللي لبسوا كراكو على بالي جاهم الشباب الكراكو، بصح ما جاهمش كراكو كيما بنتي. على كل المرة الجاية ندوها ونلبسوا الكراكو. شوفي لاميا قدامك، المرة الجاية كي يكونوا الكراكو تاع الأطفال تخليه هكذا شوتينغ الجوري، خلي شوتينغ للجوري لأنه بنتي ما الناس اتصلت بيا قالوا لي باللي يا وسيلة الكراكو هذاك منين جبتيه؟ يا خلاص قلت له ما يتقول لي انسه علي ما حبيتش نسلفوا لها خلاص وسيله خلاص المره الجايه لم يتلبس لك الكراكو ان شاء الله. سيده نجوى عطي لهم اغنيه وسالي وسيله يرافقوا تاع الاطفال، لانه هذا البرنامج نهديوه للاطفال بما انهم راهم في عطله. دوك اطفال يلا راني نشوفكم اطفال كاع اللي لعبوا وزيد دخليه معاهم حاضر ماما حاضر يلا راح يلعبوا لعبه فيها الحركات، تعالوا بالحركات ونغنوا اغنيه نحكيو على الالات الموسيقيه. يلا يلا كاع نركبوا القطار، يلا يلا يدينا كاع هكذا اركب القطار يا الكوتش. كانتو ميزي كانتو سبيريرا سبيريرا بالجيتارا جيتار جيتار كوتش وش بيك بس
هذا وين الكوتش؟ بطلنا من القطار انا في العربه تاعي وين القطار؟ جيتار 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 عمي كانتو ميزي كانتو سبيريرا سبيريرا برافو بير بيانو بيا بيا بيانو بيا 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 الكوتش بيا بيا بيانو بيانو عمي كانتو ميزي كانتو سبيريرا سبيريرا هاي شكون يعرف يضرب دربوكا دربك دربك دربوكا دربك دربك دربوكا دربك دربك دربوكا دربوكا اول كوتش اول كوتش ما عندكش دراري ما عندكش وحوزي هذا الطفل ماشي مجتهد مشاغب 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 اذا هادو هما الاغاني الخاصه بالاطفال الحركات هي الحركات يتعلموا اللي منها يتعلموا الالات وفيها لا موتريسيتي تاع الحس الحركي كذلك وكما نقول لك فيها ترفيهيه وانا في العمل تاعي درت عده اغاني تربويه ترفيهيه فيها ميم حد مفليمور يعني دخلت كلش وشنو انا حاجه اللي فيها نقيس يعني كي نقول للطفل حتى الكبار باش يركبوا مع اولادهم صح ما نقيس الكبير ونقيس الصغير هكذا تكون بين الاولياء والاولياء في البيت تاع الاغنيه هذه تسمى كون نغنيو نعطيو لانستركسيون لونفون باش يدير على حساب واش مكتوب اكيد تسمى سي لا بروبريوسيبسيون تسمى ميم في سبور سا اكزيست بيان سور لا كورديناسيون هذه تقدر هذا العمل هذا تقدر تخدمه ميم في سبور فوالا كيما كي نكون نجرو بعد نقولوا صفق صوتي هذه داخله في لا بروبريوسيبسيون لا كورديناسيون فوالا لا كورديناسيون انتر لو سيرفو اي لو موسكل فوالا سون اناليزي ميم حنا اللعب تاعنا تاع زمان كيما نقولوا لا مارين بالحبيله هادو كامل هما فيها حركات اذا سيده نجوى كل بديتي ب تكلمتين على المخيمات ومن بعد كتابه الاغاني خاصه بالاطفال وتغني هاد الاغاني لكن الان توجهتي الى ورشات تكوني في هذه الورشات مع اطفال عندهم اضطراب التوحد. التوحد حاليا دوك راني استاذه في الموسيقى للمركز النفق النجاح لجمعيه النور عندي حاليا دوك عندي دخلت في تقريبا 8 سنوات وانا مع هذه الفئه التوحد ونحمد ربي يعني كما نقول لك بفضل الله ربي سخرني ليهم وهما اللي كما نقول لك حسيت حاجه اللي حسيتها تاع نجوى قعدي معنا لانه كاين مواهب ما شاء الله خاصهم برك توجيه فقط. سيده نجوى قبل ما نروح فاصل ومن بعد نعاود نولي لانه فئه مهمه اللي عندهم اضطراب التوحد يعني لما يكونوا مأطرين مليح سيده نجوى هم اطفال عاديين في النهايه. عندهم برك لازم اهتمام خاص عندهم لازم لهم اهتمام هما اطفال كيفاش نقول لك سون تري انتيليجون بالبزاف عندهم احساس عالي بالبزاف وكما نقول لك كما نوصف لك لهذه الفئه ويحسوا اكثر من فئه الاطفال العاديه يعني نقول لك عندهم احساس عالي وسيك حاجه اللي تعجبني فيهم لما تقومي بعمل معاهم سيك يمشوا ما ينساوش يعاودوا يذكروا هما ثاني لحقت وين انا عندي الفئات كيما ريان كيما عبد الملك كيما عمر ايبا ريان نحكي لك هذه في حفله رسميه انا درت لهم ميدلي شعبي انا عبك دفا مع التعب نسيت اغنيه ايبا هو فكرني قال لي ارواح ارواح تاع سليمان عازم اوغوزمون مع لو ريتيم وكاع ايبا عاودت رجعت ليها شفتوا في هذه الحق هو باغ اكزومبل في القسم انا نقول لهم خليه ايبا هو يولي يمد الكور ما شاء الله دوك هذيك يكون تواصل هذا انا بالنسبه لي حاجه مليحه مادام يطلع لك سيرسان ويغني لك مع فرقه تيكوباوين ويقعد لك اذا قول لنا عندك مجموعه اللي تاطريهم طلعوا مع فرقه تيكوباوين سيغ سان سيغ سان نبعث لكم ان شاء الله الفيديو تشوفوا وين الاطفال غناوا مع يحبوا الاغنيه انا حاجه مليحه فيا انه الطفل نخليه لي شوا باسكو هما ثاني عندهم الذوق في الاغاني شفتهم مركزين على هذه الاغنيه قلت لهم لا نتكلوا على ربي وجبت لهم فرقه موسيقيه اللي نحيي سيد علي بوليفان على اله الجيتار وهو القائد الجوق اللي جاب تسمى الاوركاست اللي يلعب معايا مع الدراري عرضت سعيد وحسن
يبقى طلعوا معاهم شخصا جميل جدا. من بعد نروحوا لفاصل، من بعد نعاود نولي لك سيده نجوى باش نتكلموا على هاد لا ميوزيك ثيرابي بالنسبه لاضطراب التوحد. نعاود نوليو ليفينمون ديال لاميا ميري راح تمثل الجزائر بالكاميرون، بالاضافه الى الكوتش الحين يقول لنا الموضوع الخاص بالاطفال، الرياضه والحميه بالنسبه للاطفال، بلا ما ننساو وسيله وسالي. مشاهدينا فاصل وسنواصل.